حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول اليمن للنظر في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. تقدم للجيش الوطني باتجاه منطقة السور في شمال الضالع ومقتل 3 حوثيين وجرح 7 آخرين بجبهة صرواح في مأرب. تقرير أممي، 24 مليون يمني أصبحوا في حاجة إلى مساعدات. أهلا بكم. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الاثنين حول اليمن، وسيشارك فيه المبعوث الأممي مارتن جريفيث وكبير المراقبين في الحديدة مايكل لوزغارد. هذا وقال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، لدينا اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك وسيشارك فيه مارتن جريفيث ولوزغارد، وسنرحب بالتقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة. هذا وأشار السفير أرون في تصريح صحفي إلى أن المجتمع الدولي ينتظر رد الحكومة والمتمردين الحوثيين على الخطة الجديدة التي قدمها رئيس فريق المراقبين قبل أيام. وأوضح أرون أن الجنرال لوزغارد أرسل رسالة للجانبين يوم الأربعاء الماضي مع الخطة المفصلة المكونة من 45 صفحة، وأيضا نتمنى من الجانبين قبولها كما قال. قتل 3 حوثيين وجرح 7 آخرون أثناء تسللهم إلى موقع للجيش الوطني بجبهة صرواح جنوب غرب مأرب. وقالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن 3 حوثيين قتلوا وجرح 7 آخرون أثناء تسللهم على أحد مواقع الجيش الوطني بالقرب من تبة الشروق بجبهة صرواح. ونفذت مقاتلات التحالف غارة جوية على موقع لميليشيا الحوثي في الجزء الشمالي لجبل هيلان الاستراتيجي في ذات الجبهة. أكد المتحدث الرسمي للواء 30 مدرع جياب الصيادي أن معارك عنيفة تدور في جبهة حمك باتجاه منطقة السور وبلاد العشق في محافظة الضالع. وقال الصيادي لقناة يمن شباب إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية صدت هجمات متواصلة لميليشيات الحوثي على مدار 12 ساعة، تمكنت خلالها من شن هجوم عكسي وتقدمت باتجاه منطقة السور. وأوضح الصيادي أن منطقة حمك تشهد موجة نزوح كبيرة جدا للأهالي جراء استمرار ميليشيات الحوثي بقصف وتدمير المنازل والمساجد، مما تسبب بذعر وهلع للسكان، مشيرا إلى أن الجيش وفر ممرات آمنة ويتولى حماية المواطنين وإيصالهم إلى مناطق آمنة. استشهد جندي وأصيب مدني في حادثين منفصلين جراء انفجار لغم أرضي وهجمات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة. هذا وقال مصدر عسكري أن جنديا يتبع ألوية العمالقة استشهد جراء إصابته بشظايا قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي على مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة في منطقة الجبلية غرب مديرية التحيتة. لقي عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم بنيران الجيش الوطني في غرب محافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن وحدة من الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للميليشيا في مفرق شرعب غرب المحافظة، وأسفر القصف عن مقتل 4 عناصر من الميليشيا وجرح آخرين وتدمير عربة عسكرية كانوا على متنها. طالبت مكونات سياسية في حضرموت الرئيس هادي بإعطاء السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة لتسيير شؤون المحافظة وإنشاء ميناء بحري. وشددت المكونات الحزبية بوادي وصحراء حضرموت على تعزيز الأمن والشرطة بالوادي والصحراء واعتماد تجنيد 2500 جندي بصورة عاجلة، إضافة إلى تفعيل قرار إنشاء مصفاة حضرموت وإنشاء محطة غاز منزلي تلبي احتياجات حضرموت والمحافظات المجاورة.
ودعت المكونات في بيان عقب اجتماع بسيئون إلى تمثيل كامل وعادل لحضرموت في الحكومة ومؤسسات الدولة والسلك الدبلوماسي والقضاء والهيئات المستقلة بما يتناسب مع مساحتها وكثافتها السكانية ونسبة مساهمتها في الميزانية العامة وإرثها التاريخي والحضاري. انتهت جلسة الحكومة والبرلمان في نقاط محددة من أهمها ضرورة إنهاء حالة التضخم في الجهازين الحكومي والدبلوماسي وترشيد الأنفاق وأيضا المزيد من القضايا. نتابع هذا التقرير والتفاصيل الأوفى. الجلسة غير الاعتيادية الثانية لمجلس النواب اليمني في سيئون خصصت خلال انعقادها لمناقشة عدد من القضايا التي ترتبط بدرجة أساسية بالشؤون المالية، فمناقشة قانون الموازنة العامة للدولة تخللته اقتراحات ترى ضرورة خفض الإنفاق والترشيد في المصروفات من خلال تقليل عدد الوزارات، وكذا تقليص التعيينات في السلك الدبلوماسي والقنصلي، والعمل على إيجاد حلول تضمن استقرار سعر العملة الوطنية. تراجع الناتج المحلي والانكماشي بنسبة 48% خلال 4 سنوات من الحرب. 3. استنزاف احتياطيات البلد الخارجية البالغة 5 مليار دولار خلال عام واحد. 4. استنزاف كامل الرصيد الاحتياطي النقدي من العملة المحلية وإعادة استخدام العملة المعدلة للإتلاف مما أدى إلى اضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة. إضافة مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال. كما ناقش المجلس الأداء الحكومي للفترة الماضية وما تحقق من إنجازات أو ما واجهه من صعوبات، وطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهود وحصر إنفاق المال العام على ما هو ضروري وفقاً للمرحلة وبما يخدم الصالح العام. أنجزت الحكومة خلال 6 أشهر إضافة 100,000 موظف دفعت لهم رواتب، احنا نتكلم على 32,000 في الحديدة وتم دفع الرواتب خلال 4 أيام فقط، وهذا نجاح مشهود للحكومة. وكان هناك أفكار أن تتولى هيئات خارج إطار مالية الدولة والبنك المركزي دفع هذه المرتبات من منظمات أخرى، لكن دفع عن طريق الحكومة هو المسار الصحيح حتى لتلقي المنح الخارجية، إضافة إلى 38,000 متقاعد تم استعارة معاشاتهم كانت متوقفة في مناطق سيطرة الإنقلابيين، وفي القطاع الصحي قرابة 30,000، ونتكلم الآن على 9,000 في القطاع الأكاديمي أو في الجامعات. الحكومة من جانبها استعرضت أمام المجلس النيابي خطتها للعام الحالي، أهم ما جاء فيها أنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات للحد من الإزدواج الوظيفي والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية بما يعزز جانب الإيرادات في الموازنة. خطوات وانتقادات واسعة طالت موازنة الحكومة المقدمة منذ 4 سنوات لمجلس النواب في جلسته الثانية، فهل تكون البداية لخطوات تصحيحية أم هي مجرد خطوات عابرة؟ معتز النقيب لقناة يمن شباب سيئون. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 24 مليون يمني أصبحوا في حاجة إلى مساعدات، وذكرت المنظمة في تغريدة على تويتر أن أكثر من 3.5 مليون شخص أصبحوا نازحين، في حين بات 25% من الأطفال باتوا خارج مدارسهم. وفي الجانب الصحي أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 51% فقط من المرافق ما زالت صالحة للاستخدام بشكل خاص. وقالت المنظمة إن اليمن وبعد أعوام من الحرب أصبح مسرحا لأسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، لكنه مع ذلك ما زال يستضيف بسخاء أكثر من 250,000 لاجئ وطالب لجوء. اقتصاديا، تشهد أسعار العملات الأجنبية استقرارا مقابل العملة المحلية منذ تحسنها نسبيا مطلع الشهر الجاري. هذا وأفادت مصادر مصرفية ليمن شباب استقرار العملة المحلية في الأسواق المصرفية في غالبية المحافظات، وبلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم 505 ريالات للشراء مقابل الريال اليمني، في حين سجل سعره للبيع 510 ريال يمني. وتشير المصادر إلى أن سعر صرف الريال
ريال السعودي سجل 133 ريالا يمنيا للشراء و134 للبيع، وتتأرجح أسعار الصرف منذ أسبوع بين الصعود والتراجع تماشيا مع حجم العرض والطلب في الأسواق هناك. شهدت مدينة تعز احتفالا بيوم اليتيم العالمي بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب العشرة من الأيتام. التفاصيل في التقرير التالي فلنتابع. يتفقد أسرته بعد رحيله، وقد وصل بها الحال إلى دكان صغير في وطن كبير كانت روحه ثمن بقائه في كنف دولة، دولة لا تابه بما آلت إليه أسرة مشتاق المكونة من زوجة وأربعة بنات، امتزج القهر والفخر في أحلامهن. إحنا كنا من قبل عدو أبي مامتش كنا عايشين ببيت، بعد ما مات أبي إحنا الآن عايشين بدكان صغير وصغير، ما نعرفش نجلس سوا، وإحنا مننا كثير. إحنا الآن ندرس مش ساعة ما كان بابا هلا. أخيراً أطلقت عصافير مشتاق إلى الحديقة في اليوم العالمي لليتيم لتبتهج الأسرة المكلومة وعشرات الأيتام وتتنفس عليلاً من عبق الحياة. أنا وأخواتي اليوم خرجنا نلعب الحديقة ونحن اليوم فرحين. معكم ننمي الأحلام ونقضي على الواقع الأليم الذي فرضته الحرب الإنقلابية على تعز. لسان حال القائمين على المؤسسة في اليوم العالمي للمنسيين. نحتفي اليوم بهذا اليوم العالمي بهؤلاء الأيتام الذين فقدوا آبائهم والذين ضحوا بأغلى ما عندهم وهي يعني الآباء، فنحن إكراما لهؤلاء الأسر ولهؤلاء الأطفال نقوم بيوم ترفيهي تنموي ثقافي تعليمي أيضا. لدينا يعني فقرات تنموية وألعاب، ولدينا وجبة غداء، وأيضا لدينا فقرة في التوعية والدعم النفسي. يوم ترفيهي طغت عليه ابتسامة طفل كاد ينساها. تتضافر جهود المدينة لإسعاد اليتيم في يومه العالمي، حتى أنه كاد يتحول من يوم اليتيم العالمي إلى أسبوع اليتيم. عبد العزيز بحاني من شباب تعز. إلى هنا نصل وإياكم إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن حول اليمن للنظر في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. تقدم للجيش الوطني باتجاه منطقة السور في شمال الضالع ومقتل 3 حوثيين وجرح 7 آخرين بجبهة صرواح في مأرب. وأخيراً تقرير أممي، 24 مليون يمني أصبحوا في حاجة إلى مساعدات. نشرة إخبارية مفصلة قدمناها لكم من قناة يمن شباب، شكراً للمتابعة، حياكم الله.